الحمد لله على السلامة يا محمود. الله يسلمك. كنت وحشتي. وانتي وحشاني يموت. محمود أنا خايفة. من ايه؟ أبوك ما يوافقش على جوازنا ويجوزك واحدة من توبك. مستحيل يا عين، مستحيل أفكر في حد غيري. يا حبيبي يا محمود. خش. ازيك يا اخويا؟ ازيك؟ الحمد لله. الله يسلمك. ازاي يا عم جمعه؟ تعال يا اخويا اهو موجود. تفضل خش. ازيك يا عم؟ ازيك محمود؟ سلامتك الف سلامه. الله يسلمك. ازيك يا ابني؟ انا لو كنت عرفت كنت جيت لك ساعة ما وصلت على طول. معلش يا ابني، فيك الخير برضو. عم جمعه، هند قالت لي على كل حاجة. انت مش مفروض ليك معاش؟ اقول لك ايه يا ابني، ابوك ما بيثبتش حد من اللي بيشتغلوا عنده، كلهم زهرات الا اللي بيرضى عنه. يعني بعد 30 سنه شغل تطلع كده؟ طب بلاش الصداقه والزماله اللي كاتبينكوا طول العمر، على الاقل القانون لازم يتطبق. قانون؟ قانون ايه يا محمود يا ابني؟ ابوك ساب قانون البلد وعمل قانون جديد هو بينفذه. كبير ياكل الصغير، صغير مش عارف يعيش. القانون حلو بس مين اللي طبقه؟ انا اللي هطبقه. على العموم يا ابني انا هيبقالي كلام تاني معاه. المهم الحمد لله على سلامتك انت. والله كبرت يا محمود وبقيت باشمهندس قد الدنيا. بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا محمود. يابا متشكر يا خالي. شايف يابا محمود اتغير قوي. طبعا مش 4 سنين يا هندي. وتلاقيك قابلت بنات حلوين في بلاد بره. ايه؟ مفيش بنت في الدنيا كلها تبلع عيني غير مين يا باشمهندس؟ غير هند يا خالتي. بعد اذنك يا عم انا بطلب ايد هند من حضرتك. ولا تضلين. امين. مبروك يا حاج. مبروك علينا كلنا ان شاء الله. شركه الهنا وجوازة الهنا. أنا اتصلت بالمحامي بتاعي علشان يعمل إجراءات الشركة وكمان يحط المبلغ باسمها في البنك. أنا تحت أمرك يا هانم، المهم تكوني مبسوطة. أمال فين الأمورة الصغيرة؟ في الاستابل بتطمن على الحصان الجديد. أصلا عندي أحسن استابلات في المنطقة كلها. ربنا يزيدك. طيب والخطوبة هنعلنها إمتى؟ إن شاء الله قريب، بس الأولاد لازم ياخدوا على بعضيهم شوية وانا كمان لازم اعرفه كويس. شوف يا هانم، محمود جابر بالظبط، بس طبعا يزيد عليه التعليم. ربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. عن اذنك يا هانم. ما لسه بدري. معلش. مع الف سلامه. الله يسلمك.